قام الأستاذ ياسين عبد الصبور الأمين العام لحزب حماة الوطن لمحافظة أسوان، يرافقه عدد من قيادات الحزب بافتتاح مقر الوحدة الحزبية الجديدة بقرية السيالة والمحرقة بمركز نصر النوبة، في حضور عمدة القرية والقيادات الطبيعية. الزميل أشرف عباس والتقرير التالي. عبر الأستاذ ياسين عبد الصبور أمين عام حزب حماة الوطن لمحافظة أسوان عن سعادته بافتتاح الوحدة الحزبية بقرية السيالة والمحرقة، وذلك من أجل توسيع القاعدة الشعبية للحزب في مختلف القرى والنجوع وممارسة الشباب العمل الحزبي. الوحدات الحزبية دي بيبقى نحمل قاعدة بتنقل مشاكل وهموم القرية لأمام الحزب، بالتالي احنا أمام الحزب المحافظة بترفع للأمانة المركزية. احنا عندنا 23 نائب حاليا، لكن نتعشى ان احنا باذن الله في المجالس النيابية القادمة ان يبقى اكثر من 50، ايضا اكثر من 50%، مش 50، اكثر من 50% هيتعدى نصيب مجلس حزب المحافظة اكثر من 300 نائب باذن الله. ايضا نحن الحزب متبني موضوع المجالس المحلية وعودة المجالس المحلية بصوتها الجديد، وده شغالين عليه باذن الله وبيعدوا قانون المجالس المحلية. اي نعم لسه ما قدرش شرط البدء فيها، لكن شغالين اللجان المتخصصة شغالة بتعد قانون المجالس المحلية. وده بشرى كويسة لأهلنا، لأن وجود المجالس المحلية كانت بتحل معظم المشاكل الصغيرة داخل القرآن، مثلا قروي الصيام والبرود بتحل، كان مشاكلهم 24 ألف بتحل المشاكل في داخل 10 مركز، كانت مشاكل كلها بتتحل الصغيرة. ما بتحتاجش كلها بالنواب والنواب يتفرغوا للشغل التشريعي. وتحدث المحاسب قاسم سليمان أمين التنظيم لحزب حماة الوطن عن أن الوحدة الحزبية بالسيالة والمحرقة ستعمل على تلبية مطالب المواطنين من أجل رفعها إلى الجهات التنفيذية. نشكركم على حسن الاستقبال الجيد، ونشكركم على الحضور الجيد، ونود أن نلفت لحضراتكم تهنئة القيادة السياسية الحزبية لافتتاح الوحدة الحزبية الأولى بقرية السيارة والمحرقة، وهي تعتبر الوحدة الأولى التي بدأت وتم افتتاحها الآن. اليوم بدأنا بمركز نصر النوبة لافتتاح الوحدة الأولى. احنا عايزين نتكلم بعد اذنكم، يعني اليوم اصلا جايين باختصاص افتتاح الوحده فقط. الوحده اهتماماتها سياسيه واهتمام ايضا خارجي، يعني اثنين متعلقين مع بعض. احنا بنيجي نرفع الهدف الحزبيه لحزب حماه الوطن علشان لكلنا هنا سفير للحزب بيرفع لنا جميع المشاكل اللي هي موجوده في القريه. يعني انا لو قعدت في محافظه اسوان او في المركز مش هعرف المشكله اللي هي بتدور بين اهالي القريه. فلما يكون عندنا وحده حزبيه ويكون لها اجتماعات لو مره في الشهر بتكون بتكتب فيها توصياتها بالمشاكل اللي موجوده فيها، اذا احنا وصلنا للهدف المنشور وللأمانة المركزية اللي هي بتوصي إن احنا نكون متواجدين في جميع أنحاء المحافظة. إيه يعني متواجدين؟ يعني أنا في كل قرية وفي كل مركز لازم يكون لي سفير. فتحنا في جميع المراكز والمنظمة موجودين عندكم. احنا عارفين مركز نصر المنبر، مركز الشهامة، مركز القدرة، مركز العائلة الواحدة. كان حدث مشكلة ما بين شباب السيادة والمحركة في عصر الماضي. والأستاذ ياسين أول ما سمع الموضوع ده
الراجل ما دفعش، اول ما سمع جه وعمل ندوه للشباب عشان يحل المشكله. عمل ندوه عندنا في مركز الشباب، وعمل ندوه ثانيه في مركز الشباب الماضي، واستطاع ان هو يحل المشكله. واحنا كنا موقعين على ثلاث افراد والثلاثه مشتركين سياده ومضيف. فالرجل يشكر على هذا الموقف، ونحن ممتنين له بحد هذه المشكله. هذا وقد أقام حزب حماة الوطن حوارا مجتمعيا مع أبناء قرية السيالة والمحرقة بمركز نصر النوبة للتعرف على مطالبهم من أجل تنمية القرية. من قرية السيالة والمحرقة بمركز نصر النوبة تابعنا معكم افتتاح الوحدة الحزبية الأولى لحزب حماة الوطن والاستماع إلى آراء المواطنين بقرية السيالة والمحرقة. من مركز نصر النوبة كان معكم أشرف عباس، القناة الثامنة، قناة طيبة.